الله يعطيكم العافية. اليوم احنا بدنا نتسوق في ميد ايست، هو احد المحلات الموجودة في اوتوا اللي بتبيع شغلات عربية. خلينا نورجوكم شو ببيعوا، شوفوا الاسعار. زي ما شايفين تبولة وبابا غنوج وشغلات عربية. الأسعار هاي مكسرات مثلا، مكسرات طازة وزاكية، هذا شغلات ممكن تاخذوها. أنا بدي أورجيكم الأسعار، هاي مثلا معجنات، فلافل، هذا هاي الأكل الطازة اللي عندهم، هاي الحلويات. Morning, how are you? هاي شغلات ثانية، بلح، مكسرات، ماتس، شغلات كل انواعها، الجبن العربي البلدي، التشيز، الحلقوم، كل انواع التشيز. طبعا هذا السعر للباوند مش للكيلو، هاي الزيتون مثلا هذا السعر بال 100 جرام. هلا مثلا الشغلات العربية هاي بتلاقي كل الشغلات. خلينا ندخل مثلا هون قهوة، بن النجار، بن يعني هاي العميد، هذه مثلا تمور بحب اشوف اسعارها. تقريبا 10 دولار الكيلو. هذا حليب، محليب اراجيل، اللي بده اراجيل. بوريكم الشغلات العربية يعني أكثر، لأن داخلين إحنا نشوف هاي المرمية والزعتر هذه شكلها أعشاب إشي هيك. هذا أنواع شاي سيلاني، مكتوب عليه بالعربي بس طبعا مش منتج عربي. هاي بقوليات يعني هذه أسعارها أعتقد إنه كل مكان نفس الإشي. هاي دبس التمر مثلا، دبس التمر، خبز عربي هون رخيص $1.97. عندهم ملحمة، هذه الشغلات الرقائق مش عارف ايش، حلو. هاي شاورما مثلا، شيش طاووق جاهزة بس اطبخ. سجق نقانق تبعتنا، وطبعا هون في شغلات دبس ومش عارف ايش وطحينية. انا اورجيكم مثلا هاي الاسعار تبعت الطحينية، هاي الشغلات اللي زيت زيتون شغلة مهمة اعتقد للكل. هاي الاسعار بشكل عام، هذه سمنة، جميد $17. اسمه سوب ستارتر، اوكي اول مرة بعرف جميد اسمه سوب ستارتر. طيب هذه فلفل وشطات، اوكي. هاي بهارات مشكلة وهي اسعارها، كمون ومش عارف ايش. طبعا هون الشغلات المجمدة، هاي ملوخية منشفة، ملوخية يابسة، هاي برضو ملوخية يابسة. هذا ماء ورد وعرق نعنع وماء زهر ومش عارف دبس رمان وشغلات زي هيك. هون في كنافة خشنة بالجبنة، 26 دولار.
هاي شغلات مجمدة، وهي الملحمة كمان على اللي بده رجلين وكوارع، هاي الأسعار على الرجلين، هاي الأسعار. هاي شوية حلويات، نجمة نجمة هاي اعتقد انه من الاردن، وهذا عنبتاوي من الاردن، داود اخوان اعتقد انه لبناني. بشكل عام هاي الاسعار، هذا الزيتون المخلل. خلينا نروح ناخذ طلبيتنا ونراكم وصحتين وعافية. هاي الشغلات كمان، هاي الحلقوم، هاي رجعنا لكم مش قادرين نترككم. هاي الشغلات المكنسة العربية، البري، شغلات very nice very nice. enjoy it guys. وشكلهم مش حابين نصور هون، بس يلا خلصنا احنا. ويعطيكم اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.